متخطيا عتبة 14,000 سجلت السوق الموازية قفزة جنونية في سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الليرة اللبنانية، تراوح بين 14,125 للشراء و 14,175 للمبيع لكل دولار، وذلك على الرغم من إطلاق مصرف لبنان منذ 17 من أيار المنصة الإلكترونية صيرفة التي كان يؤمل أن تؤدي الغاية التي على أساسها أنشئت، بمعنى أن تلجم التلاعب الحاصل في سعر الصرف في السوق السوداء، خصوصا بعدما حدده المركزي ب 12,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد. إلا أن حسابات المركزي جاءت بعكس رياح منصتها الجديدة، فكيف يفسر هذا الارتفاع المتواصل في سعر العملة الخضراء في مقابل الليرة، وما العوامل التي حالت دون أن تضبط صيرفة الأسعار؟ ارتفاع دولار اليوم ما كان مفاجئ. يجب أن نلحظ أولاً أنه المنصة هي في بداية انطلاقتها، هذا أول سبب. ثانياً المعطيات والوقائع السياسية والنقدية والمصرفية ما زالت ضمن الخانة الحمراء، يعني لجهة أولاً قلق المودعين على أموالهم. اليوم صدر التعميم، ولكن سبق التعميم لغط بين المصارف ومصرف لبنان كمية الودائع التي ستحرر على كم سنة. أيضا بالسياسة هناك انكماش قاتم في الأفق السياسية تنذر بدخول لبنان في نفق مظلم. هذه عوامل كلها ساهمت في إثارة أو تأجيج مشاعر القلق عند المتعاملين ودفعتهم للتهافت على شراء الدولار. صحيح أن منصة صيرفة لا تزال حديثة العهد وفي بداية انطلاقتها، إلا أن توجه المواطنين والمودعين إليها واستخدامهم إياها لا يزال خجولا، لا بل يعد ضعيفا. فإلى ما يشير ذلك؟ وهل يجوز نعي هذه المنصة واعتبارها قد فشلت في مهدها وفي تحقيق هدفها؟ ما فينا نقول منصة صيرفة فشلت. أول شيء المنصة إلى تقريبا أسبوع أول تداولات كانت بالعشر مليون دولار. المواطن بحاجة أنه يعتاد يتوجه للمنصة ويتعامل معها. أكيد اليوم في فرق بين 12,000 سعر المنصة و 14,000 سعر السوق. هذا شيء بيخلي المواطنين يحجمون طبيعيا عن التوجه إلى منصة صيرفة. إذن مهمة منصة صيرفة في ضبط الأسعار صعبة وقد تكون شبه مستحيلة في بلد ضرب الانهيار قطاعاته كافة ونخر هيكله الفساد، لاسيما أن نجاح أي مشروع إنقاذي يتطلب تكاملا سياسيا واقتصاديا ومصرفيا وأمنيا كذلك. دارين دعبوس، قناة الجديد.